اهلا بكم الى حلقه جديده مباشره من حصاد 24. تصريح لافت لجورجيا ميلوني رئيس الحكومه اليمينيه الايطاليه، التصريح جاء خلال كلمه القتها اليوم امام مجلس الشيوخ الايطالي، وذلك على ضوء انعقاد مجلس الاوروبي يومي 23 و24 مارس الجاري. تقول ميلوني او صرحت: امامنا اليوم مشكله هائله ترتبط باستقرار تونس، واحتمال انهيارها اقتصاديا هو امر تتعذر معالجته، لأن صندوق النقد الدولي قد علق المفاوضات مع سلطات هذا البلد. هذا التصريح تزامن أو جاء بعد يوم واحد من تصريح لا يقل أهمية، وصدر البارحة كما قلت عن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل. جوزيف قال إن ما يحدث في تونس يمكن أن يكون له عواقب وخيمة علينا، ليس فقط بسبب تدفقات الهجرة، ولكن بسبب تأثير الوضع هناك الذي يمكن أن يتسبب في عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. إلى أي حد يمكن أن تستثمر سلطة سعيد القلق الأمني الأوروبي في انتشالها من وضع الإفلاس غير المعلن؟ ولا أي حد فشل سعيد في تسويق مشروعه الموصوف بالشعبوي لطرف أوروبي بدا داعما لمساره مسار 25 جويلية وإن بتحفظات لا تتجاوز القلق الغربي المعتاد عن تطور وضع الحريات في الدول الدكتاتورية؟ إذن 18 شهر على 25 جويلية 21 على من تتلو مشروعك يا سعيد، والداخل والخارج يخشى على نفسه والبلد منك ومن مشروعك. ضيفانا لحلقة الليلة ضيفان اثنان: الدكتورة سيهان بادي الوزيرة السابقة والناشطة السياسية من باريس. دكتورة مساء النور. أهلا وسهلا، مساء النور. مرحبا. وضيفنا الثاني بالهاتف من تونس الدكتور أيمن البغاني أستاذ العلوم السياسية من تونس. دكتور مساء النور. مرحبا بك، تحية لك ولضيفتك ولجميع المتفرجين. يا أهلا وسهلا بكما. إذن خلينا نبدأ دكتورة سيهان بادي من تصريح بداية، تصريح بوريل تصريح يقول فيه كونه ما يحدث في تونس يمكن أن يكون له عواقب وخيمة علينا، ليس بسبب تدفقات الهجرة ولكن بسبب تأثير الوضع هناك الذي يمكن أن يتسبب في عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تصريح البارحة هذا لجوزيف بوريل. نعم، يعني هذا التصريح أنا أعتبره أنه مهم جدا، ولكن جاء متأخر. يعني نحن كمعارضة لم ننفك على دقنا وقيس الخطر على أنه تونس تذهب إلى الأسوأ، على أنه هناك تدهور في حقوق الإنسان، على أنه هناك أزمة سياسية حقيقية، على أنه هناك على المستوى الاقتصادي ذهاب نحو الإفلاس. ولكن للأسف يعني لنقول أن أوروبا لم تتفاعل معنا التفاعل الجيد والإيجابي. الآن ربما يقع دقن وقيس الخطر حين يستشعرون أن الأزمة بالطبع يمكن أن يكون لها تأثير على منطقة البحر الأبيض المتوسط وأوروبا أساسا. نحن على بعد 150 كيلومتر من لامبادوزا، يعني مش بعيد كثير، وبالتالي لا يمكن لدول الجوار والمنطقة إلا أن تتأثر بما يحدث في تونس، وليس أقل لها هذه الهجرة الغير شرعية التي بالطبع إذا ذاق الشباب وإذا ذاق التوانسة ضرعا بما يحدث على المستوى السياسي والاقتصادي سوف يكون البحر أمامهم والفقر والسجون وراءهم، وبالتالي ليس لهم من حل إلا أنه يتجهون يعني إلى أوروبا. هذا فضلا على أنه بالطبع كل العلاقات اللي كانت مستفيدة منها أوروبا أنه تستطيع أنه تستثمر، أنه التبادل التجاري اللي أنه حليفنا الأول اقتصاديا هو فرنسا بالأساس، أكبر مبادلة تجارية وأكبر تعامل اقتصادي هو مع فرنسا، وبالتالي إذا كانت كل هذه المصالح مهددة فإنهم يعني حان الوقت، يستشعرون أنه حان الوقت ربما لقرص أو لحالة من اليقظة عند هذا الكيان الموجود في تونس الذي أصبح يهدد الدولة، حتى
بانه جوزيف بوغيل يعني يتحدث على انهيار الدوله، يعني نعم. استعمل هذه الالفاظ، يعني استعمل الفاظ يعني تدل على خطوره الوضع، بل ذهب اكثر من ذلك، فهو سوف يرسل وفد يعني متكون من بلجيكيين وبلغاريين الى تونس، وحتى يكونون على عين المكان، وحتى يحاولوا تدارس الامر يعني من داخل البلاد. وهذا في حد ذاته ما عادش نحكوا في هذا الباب على تدخل سافر في شؤون البلد، ولكن ايضا على دول عندها علاقات مباشره بتونس وتريد ان تحمي مصالحها قبل ان تريد ان تحمي بلادنا. نعم. وبالتالي لكن هل من مستجيب وهل من مستمع؟ فنحن امام قيس سعيد الذي لم يعني يعر اهتماما الى المحكمه الاوروبيه، لم يعر اهتماما الى لجنه البندقيه، لم يعر اي اهتمام يعني الى كل الاصوات المتعاليه في الخارج. اليوم يعني اذا راينا كل الصحف، ناخذ على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، الصحف الفرنسيه كلها يعني الذي هي محترمه ويعتد برايها في اوروبا، لو موند، لو فيغارو، ليبراسيون، لو كوريي، يعني كل الصحف الموجوده المقروءه والالكترونيه اليوم يعني تتحدث بنفس لهجه البرلمان الاوروبي ووزراء خارجيه اوروبا في اجتماعهم الاخير في بروكسل. كلهم يعني يتحدثون على ان تونس ذاهبه نحو الافلاس، نحو انهيار الدوله، نحو تأزيم الأوضاع داخليا مما يؤثر على منطقة البحر الأبيض المتوسط وأوروبا. مخاوف من انهيار الدولة، وميلوني جورجا ميلوني قالت احتمال انهيار تونس اقتصاديا هو أمر تتعذر معالجته. دكتور أيمن، ربما يحسب أو على الأقل يعرف وعرف سعيد بحسن استثماره لأزمات المعارضة التونسية وخصوماتها منذ توليه كرسي قرطاج في أكتوبر أعتقد 19 و2000. هو لا يبني، هو ولكنه يحسن الاستثمار، ولكن ترى وأنه الآن أمام هذه التصريحات الأوروبية، تصريحات يعني من الصف الأول، مسؤول السياسة الخارجية الأوروبية قبل البرلمان الأوروبي، الآن الاتحاد الأوروبي يخاف على نفسه، يخاف من تبعات الأزمة المتفاقمة في تونس. هل يمكن أن يدفع الآن سعيد ضريبة ربما تدهور الوضع في تونس إذا ما رأى الطرف الأوروبي أن هذه السلطة غير قادرة على تأمين حدودها الجنوبية؟ أول دفع على الضريبة سيكون تونس والتونسيين. حقيقة دائما ما أذكر أنه كل ما يحصل الآن هو حصل بموافقة الكثير من التونسيين وبدعم شعبي كبير يحظى به الرئيس قيس سعيد، هذا لا ينبغي أن ننكره. التونسيون قبلوا أن يسلموا رقابهم لشخص واحد دون رقيب ولا حسيب، قبلوا بدستور غير ديمقراطي، قابلوا بغياب كامل التوازن في السلطات. التونسيون يعني تخلوا عن الديمقراطية ولم يدافعوا عنها، وبالتالي فالتونسيون هم من سيدفعون الثمن أولا وآخرا. ولكن نعم. البقاء في مستوى السياسة والحديث عن الرئيس قيس سعيد، أظن أنه لا مجال للمقارنة بين سهولة استثماره في أزمة المعارضة في الداخل وعسر التعامل مع الأطراف الخارجية في الخارج. الحقيقة يعني الأمر مخجل أن نصبح نحن كتونسيين نشعر بأننا أصبحنا عبء على العالم وأصبحنا نمثل خطر على العالم. الحقيقة هذا لن يكن أحد أظن يتوقع أن تونس تصل إلى هذا الحد. يعني كنا نتوقع أن تونس ستتحول إلى منارة ومثال في الانتقال الديمقراطي سياسيا وفي التطور والتنمية اقتصاديا، ولكن مع الأسف أصبحنا بعيدين كل البعد عن هذا المثال. الآن الذي سيحدث هو أن الضغط المالي يزداد على الدولة التونسية، هناك
غياب للإرادة في تفعيل الإصلاحات الضرورية وحتى الإصلاحات التي وضعها النظام نفسه. يعني مثلا قانون المالية، القانون المالي هناك إجراءات واضحة من بينها أذكر الترفيع في سعر المحروقات شهريا. نحن الآن نتجاوز تقريبا ربع السنة، شهر مارس يشك على النهاية ولم يحصل أي ترفيع في المحروقات، والأكيد أن هذا الترفيع لن يأتي في شهر رمضان. وبالتالي يعني حتى القرارات التي يضعها قانون المالية، القرارات التي مضمنة في قانون المالية لا يتم تفعيلها. فواضح أن تونس أصبح بلد غير جدي. والأكيد أنه قيس سعيد مسؤول بشكل مباشر، هو دائما ما يتوصل من المسؤولية، ولكن هو اختار أن يحمل نفسه كل هذه المسؤوليات، اختار أن الأعباء لا تقع على مجموعة وعلى سلطات متعددة، اختار أن يكون الحكم فرديا. فيوم ستأتي الفاتورة سيكون هو طبعا أول من يدفع ثمنها. ولكنه تباهى سعيد أكثر مرة بكونه يعني أنجز ما وعد من استحقاقات انتخابية ودستورية، آخرها يعني مرسومه أو الأمر يعني بدأ البرلمان الجديد أشغاله، ويعتبر هذا نجاح. لا، هو قيس سعيد رئيس الجمهورية الحالي أي شيء يفعله يعتبره نجاح. هذا أمر عادي. المشكلة أنه النجاح ليس صاحب الفعل هو من يقول أنه نجاح، من يقول أنه نجاح هو من يتحمل ذلك الفعل وتبعاته، وهؤلاء هم الشعب التونسي. الآن الشعب التونسي لا يزال بعيد عن الوعي بثقل الفاتورة التي قد يدفعها، ولكن لحظة تأتي كما يقول قيس سعيد رئيس الجمهورية في أسلوبه الخاص، عندما تأتي اللحظة ستأتي اللحظة. نعم دكتورة سهام، يعني عزم إيطاليا ما تسميه على إنقاذ تونس واضح، وربما هناك حديث عن زيارة مرتقبة لجورجيا ميلوني لتونس. الصحف الفرنسية كتبت إكسبريس منذ أيام فقط دارير لا ديريف راسيست دو سعيد لومبر دو جورجيا ميلوني. يعني كثيرون يقولون إيطاليا تريد تعبير تونسي تأكل الثوم بفم تونس، تصدر مشاكلها في وفشلها في معالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية لتونس. وسعيد كانت استجابته سريعة عندما خلق الأزمة، أزمة الهجرة غير النظامية لأفارقة جنوب الصحراء. إيطاليا من صالحها الأمني والقومي أن تدعم تونس الآن، ليس حبا فيها، ولكن على الأقل تكون منطقة دفاع متقدمة لحدودها الجنوبية. أكيد كما قلت أنه إيطاليا اللي تبعد علينا يعني عبر السواحل 150 كيلومتر، لا يمكن أن يجدوا في قيس سعيد يعني خير منفذ لسد هذه الهجرة الغير نظامية، لأنكم كما تعلمون أنه لا المغرب ولا الجزائر وافقت على ترحيل رعاياها، ولكن الوحيد قيس سعيد اللي وافق على ذلك ويعني التزم بكل ما تمليه عليه دول الساحل على ساحل البحر الأبيض المتوسط، في أنه لذلك كانت هناك طائرات خلسة في جناح الليل كانت تهجر التوانسة اللي أوراقهم يعني غير مازال التطورة المعالجة والمعالجة لنقل ذلك. وبالتالي إذا كان هذا الرجل لا يحترم حقوق الإنسان في حقهم في السفر، حقهم في اللجوء السياسي، حقهم في التنقل يعني بين الدول، ولهذا موجود في دول كل العالم يعني مش فقط لتونس أو للدول الإفريقية، يعني هذه حركات الهجرة في العالم هي طبيعية وهي موجودة مهما كانت بين الدول موجودة. وبالتالي إذا كان قيس سعيد يمكن أن يسد عليهم هذا الباب وأن يكون طيعا
للالتزام يعني بانه بهذه التهجير، لانه اوروبا يعني اوروبا في حقيقه الامر هي تحمي مصالحها. اكيد انه هذا التشدق بحقوق الانسان وحمايه حقوق الانسان حقيقه لم نراه بالصوره التي تليق بدوله ديمقراطيه ودوله تدعي انها يعني بمواثيق ومعاهداتها تحترم حقوق الانسان وتحميها في الدول العالم، واكثر يعني في الدول الشقيقه والصديقه. حتى وان كان المشروع الذي قدمه الخضر الاوروبيون حاز على اغلبيه ساحقه في البرلمان الاوروبي. هذا كله اذا وجدت نفسها اوروبا امام مصالحها، واذا كان هناك ما يهدد مصالحها فان مصالحها تمر قبل كل شيء. لذلك راينا هذا الصمت، انا اعتبره ان كان صمت لا نقبله من اوروبا، كانت صامته، كانت اكيد يعني عبر سفرائها الموجودين في تونس دور السفير ان يعطي معلومات وبيانات يعني محينه على الوضع في تونس. ولا يمكن ان نقول اليوم ان البرلمان الاوروبي او انه وزراء خارجيه اوروبا قد تفاجؤوا بالوضع في تونس، لانه تاتيهم تقارير يعني مفصله على الوضع الحقوقي وعلى الازمه السياسيه وعلى الوضع الاقتصادي التي تذهب اليه تونس اليوم. وبالتالي يعني نحن مرت يعني سنتين تقريبا على هذا الانقلاب ولم نراهم يحركوا ساكنا بجديه، الا بعض النشطاء السياسيين الحقوقيين اللي من حين الى اخر يعني عبر مواقع التواصل الاجتماعي او عبر وسائل الاعلام عبروا يعني بطريقه واضحه واستنكروا ما يحدث في تونس. نعم. اليوم هذه الاتفاقه التي نراها اكيد لا يمكن الا ان نثمنها، حتى وان اتت متاخره، حتى وانه لا يتفقون بنفس الدرجه، لانه صحيح ان ايطاليا اليوم هي كانت يعني اكثر احتشاما في تعبيرها على الاستياء مما يقع في تونس، ولكن لنقل انه مصالحها وحدودها والهجره الغير نظاميه لا يمكن الحد منها بهذه الطريقه، بل ببلد اكثر امنا واكثر استقرارا، وحين تشهد تونس اكثر انتعاشه اقتصاديه وجلب للاستثمار وتوفير مواطن شغل، حينها فقط سوف نحد من هذه الازمه، من ازمه الهجره الغير النظاميه. ولكن اذا واصلوا في ترك تونس يعني تذهب الى ما هي عليه الان من افلاس وتفقير، فذلك لا يمكن الا انه يعود سلبا على دول الجوار وعلى منطقه البحر الابيض المتوسط واوروبا اساسا. وهذا ما خلصت اليه ميلوني عندما قالت انه ايطاليا مستعده وهي تبذل قصارى جهدها من اجل محاوله تجاوز هذا المازق الذي لا يساعدها مطلقا والذي قد يؤدي الى تفاقم الاوضاع بشكل كبير. دكتور ايمن، قلت انه السعيد كل ما يقوم به اعتبره ناجح. جزء من فلسفه السعيد قائم على الشركات الاهليه والنظام القاعدي هذا، وسلوا في 20 مارس قبل سنه من الان تقريبا مرسوم بتاع الصلح الجزائي، وفي ديسمبر تقريبا شكل هذه اللجنه، لجنه استرجاع الاموال المنهوبه، هذه لجنه الصلح الجزائي. منذ ايام فقط اكتشف سعيد انه الحصيله صفر، هم عندهم 6 شهور وقابل للتجديد، اكتشف انه الحصيله صفر. اليوم فقط صدر امر المرسوم باعفاء بن مناء رئيس هذه اللجنه، لجنه الصلح الجزائي. هنا وين كيفاش نقروا هذا الاعفاء؟ لانه سعيد يتابع وحريص على محاسبه المسؤولين اللي عقد فيهم النواره كما يقولوا فيها باش يسترجعوا الاموال منهوبه كثيرا، ما صرح انه الاموال موجوده ومازال يحكي عن 13.5 الف مليار، هو تصريح سابق لمحافظ البنك المركزي تقريبا من 13 و14. اليوم اقالوا، هل انه سعيد فعل هو حريص يعني على متابعه المسؤولين والمشاريع هذوما لاسترجاع الاموال، ولا يعكس صوره سلبيه اخرى انه سعيد مازال يجرب؟ ما نقولوش بعد 3.5 سنين من دورته الخماسيه 5 سنوات، ولكن على الاقل كان من 18 شهر تاع 25 جويلي عند كل السلطات، المراسيم والاوامر وكل شيء، كل من يعين مره الصادقين الثابتين يظهروا لا قاعد يجرب فينا. هو حول تونس الى فأر تجارب، هذا لا شك فيه. هو مش قلت الرئيس سعيد انه عنده بعض الافكار الفضفاضه
كلها نزلت عليها في 2012. افكار ولا اوهام؟ كل افكار، لا هو يعتبر افكار، ولكن سناتي الى تقييم. هو يعتبر ان افكار نزلت عليها عام 2012 دفعه واحده، الشركات الاهليه والصح الجزائي والترتيب التصاعدي والتنازلي والى اخره من الافكار. وش قلت؟ انه يعتقد انها افكار سهله التطبيق، يرى فيها نوعا من المنطق البسيط الذي يمكن من خلاله انجازها. المشكل انه هذا اليوم الرئيس قيس سعيد يصطدم بشيء يعفوه كل اللي قاموا بالدراسات العلميه وحتى تجارب سياسيه، هو انه الفكره حين تكتب على الورق دائما ما تكون سهله. المشكل في انجازها، في تحويلها الى واقع. موضوع الصلح الجزائي هذا موضوع هو فعلا ليس هو قام على اوهام، قام على اوهام انه بالامكان ايجاد تسويه مع اصحاب ما يسميهم بالاموال المنهوبه، من خلالها يتم توفير ربما كنز مالي. هو يقول 13000 مليار، مش قلت انه مش فاهم ان 13000 مليار مش حاجه كبيره ساعه، هذه اشكال انه تبدا عندك ميزانيه الدوله فيها 70000 مليار وتحكي على 13000 مليار، ما تجيش تتوقع انه هذا المبلغ سيحل كل المشاكل. ثم انه هذا المبلغ غير موجود، يعني فعلا غير موجود، وليس ثمة اي طرف يقبل بالتسوية، يعني طرف عقلاني يعني في منطق الربح والخسارة يقبل بالتسوية المذكورة في مرسوم 20 مارس 2022. نعم. ثالثا، وهنا نوصل للإعفاء متاع اليوم، ثالثا كل من يقبل أن يعين في مناصب كهذه وهو يعلم أن القوانين يقوم على القانون ولا المرسوم يقوم على أفكار متهافكة، ويقبل لمصالحه الشخصية أن يعين وأن يلعب مثل هذه الأدوار، فسيأتي عليه الدور وسيقال وسيهان كما أهين رئيس هذه اللجنة. نعم دكتورة، إلى متى تستمر يعني التجريب هذا؟ يجرب في التوانسة، هو عمل 3.5 سنين من 5 سعيد، مظهر مصادق هذا. هل وعدنا القاضي مرتبة الثالثة هو وعدنا بجيب الأموال، وفي تصريح قال يمكن توصل آلاف المليارات. هالنهارين عمل زيارة وسعيد نفسه قال الحصيلة صفر، نفسه هو مش أحد. ابن خلدون حين يحكي عن الاستعمار يقول أنه هناك شعوب يعني عندها قابلية الاستعمار، احنا ربما عندنا قابليه التجريب، يجربوا فينا يعني، كل واحد يجي يحب يجرب فينا، فربما احنا كشعب ولينا عندنا ايضا قابليه التجريب. هو راهو كيف يجي واحد يعني ما كانش من قبل عنده مسيره سياسيه وتجربه من داخل الاحزاب وعنده معرفه بكيفيه تسيير شؤون الدوله، مش مشكل هذا، لانه الكثير في العالم من الناس كانوا ربما يعني فنانين، وناس كانوا رجال أعمال، وناس كانوا يعني في مهن أخرى، ثم داروا بشكل جيد يعني بلدانهم ونجحوا في ذلك بشكل كبير وبشكل ربما أظهر حتى الدول الأخرى، لأن هؤلاء حين تكون لا تكون لديهم الخبرة الكافية في إدارة شؤون دولة يستعينون بخبرات وبخبراء ويجلسون إلى الطاولة ويستمعون إلى أهل الاختصاص ويستشيرون أهل الذكر إن كانوا لا يعلمون. لكن نحن المشكل الكبير اللي ذاهب بنا للبلاد إلى ما لا يحمد عقباه أننا عندنا إنسان يتصور نفسه هو الحقيقة الصرفة، وهو يعني الذكاء المحض، وهو وحده منقذ الأمة من الضلال ومنقذ البلاد من الفقر ومنقذ يعني الأمة كاملة، هو يتصور نفسه زعيم الأمة وأنه إمكانياته تتجاوز المساحة القطرية إلى مساحة عالمية يعني يونيفرسال، عنده حلول للإنسانية. نعم عنده حلول للإنسانية جمعاء، اللي وقت اللي الدول اللي تحترم نفسها بعد 100 يوم من الإمساك بمسؤولية
يمكن أنها تقدم البيلان، تقدم إنجازاتها ومشروعها وملامحه، يعني ماذا فعلت؟ نسألوهم هذوما الناس ماذا فعلوا في 100 يوم الأولى من مسكهم. احنا بعد 100 شهر وربما بعد 100 سنة يمكن أن نسأل هذا الرجل ولن نجد في جعبته شيئا يذكر على مستوى الإنجاز. يعني لو فما واحد حتى من جماعته اليوم يخرج ويعطينا بيلان، يعطينا يعني ما تم إنجازه في فترته، لما وجدنا شيئا يذكر. ولو كان يجرب في أشياء اللي جرب يمكن أن يعني يخطئ، ويمكن في بعض الأحيان أن يصيب. نحن لنا رجل لا يصيب في أي من خياراته، عندنا رجل معناها يعني يذهب ضد التيار وضد مصلحة البلاد، ويذهب ضد يعني الممكن والمتاح وال يعني ضد الأشياء المعقولة. فبالتالي لا يمكن له أن يواصل في هذا التخبط العشوائي. وبما أنه أيضا كما قلت يعني نحن ليست الاستقالات الأخيرة أو الإقالات الأخيرة، راهي قاعدة متتالية لأشخاص مهمين في الدولة. نعم. يجي في البداية يعني رئيس الديوان، ثم يجي يعني وزير خارجية، نسينا اللي وزير خارجية كيف كيف كان شماعة علق عليها إخفاقاته. وبالتالي كل هؤلاء حاول أضبط الصورة. نعم دكتورة، نعيد اتصال بدكتورة. في الأثناء دكتور أيمن، بعيدا عن بيانات المعارضة وتقييمات المعارضة لحصيلة كما نقولوا، خلينا كان فقط 18 شهر، خذيت المراسيم، خذيت كل السلط، ربما حتى باش يكتب عقد قرار نتاع أي مواطن ولا هو يتحكم فيه، خذيت الحصان وخذيت السدرة يا أخوي. حصيلة إنتاج سعيد منذ سنة وأكثر من سنة كانت تعول، هذا حسب تصريح وزيرة المالية، تقول لك أملنا نحصل على اتفاق مع صندوق النقد الدولي. هاو جات ميلوني اليوم وقالت صندوق النقد الدولي قد علق المفاوضات مع السلطات التونسية إلى حين، يعني إلى حين الميزانية مش تبقى فيها هو كبيرة شاسعة. حكى على الأموال الكثيرة ما رجعش حتى ملي. سمعت بالعكس أنه حتى الاتحاد الأوروبي رفع التجميد منذ أشهر عن أموال المهربة، العائلات اللي هربت الأموال رفع عليهم التجميد، ضاعف 10 سنين. صحيح مش هو فقط المسؤول، ولكن جانب كبير. سعيد من عام 20 عمل لجنة، عملتش اللجنة هذه جابتش حاجة، ما جابت شيء، جبتش الأموال من برا ما جابت شيء، من هالمجرمة يسميهم الفاسدين باش يخلقوا التنمية، بلاد ضحية فساد باش يخلق التنمية بالفساد، ما جاب شيء. إيه سامحني، إلى متى مواطن الآن كثر فينا في تلفزة سي أيمن كيفاش تقول برب؟ أولا الإشكال مرة أخرى سعيد، بغض النظر عن التقييم الموضوعي، والتقييم الموضوعي أنت اعطيت منه عناصر، لكن نعطيك عناصر أخرى كثيرة جدا، عناصر تحيل على كارثة اقتصادية واجتماعية، ارتفاع الأسعار، ارتفاع التضخم، تواصل الركود الاقتصادي، غياب الاستثمار، ضعف من نوايا الاستثمار، يعني كل المؤشرات خطيرة وخطيرة جدا، ولكن مع هذا يحظى مقبولية لدى الجمهور. أي جمهور يا دكتور أيمن؟ أي جمهور بالله؟ لا، هناك جمهور واضح أنه يدعمه على الأقل ضمنيا. مثلا نعطيك مثال، أنه منذ 2011 شهر جانفي كان دائما ما يكون شهر ساخن، احتجاجات وإضرابات. شهر جانفي عام 23 كان من أهدأ الأشهر في منذ 2011. إذن هناك نوع من المقبولية الضمنية. ربما يا دكتور أيمن، الشعب تعب. هو أسمع لحظة، إجراء الشعب تعب الآن، على الأقل من خلال المحطات الانتخابية اللي إجراء فيها سعيد وحده وعين فيها يعني القانون الانتخابي وهيئة الانتخابات، حسب أرقام قدمها تعرف أقل من 10%. يعني القول صحيح. صحيح. نعم. يعني ذاك علاش قلت لك انه المقبوليه هي سالبه، يعني هناك نوع من المقبوليه ولكن في عدم الرفض مش في الانخراط.
سر نجاح الرئيس سعيد هو أنه سجين للأوهام الكبرى لجزء من الشعب التونسي. هو يكرر أوهاما انتشرت لدى الشعب التونسي، انتشرت لأنها تدغدغ رغبات الشعب التونسي، مشاعرهم. من هي هذه الأوهام؟ الأوهام أن تونس تسبح على كنز. هذا الكنز قد يكون الماس، قد يكون نفط، قد يكون أموال منهوبة. المهم أنه التونسيون مقتنعون أن وضعهم الاقتصادي صعب، ليس لتقصير فيهم وليس لفقر في بلدهم، لا، بل لأنهم منهوبون ومسروقون. وهذه هي القناعة اللي متأكد أنا أنها راسخة في ذهن الرئيس قيس سعيد، وهي راسخة في ذهن الكثيرين في تونس. وهذا الوهم، أن تونس بلاد غنية ولكنها مسروقة، أن تونس ما عندهاش أزمة لكنها الأزمة مفتعلة، أن كل ما يحصل اقتصاديا هو من فعل الشياطين والأشرار. هذه الأوهام هي الحقيقة كانت منتشرة لدى الجمهور، ولكنها لم تتحول يوما إلى خطاب رسمي وإلى أساس لسياسة الدولة. هذا هو المشكل أن هذه الأوهام الشعبية أصبحت اليوم هي الأساس الذي تقوم عليه السياسات العمومية في تونس، والذي يقوم عليه الخطاب السياسي في تونس. من هنا نفهم موقف صندوق النقد الدولي، لأن صندوق النقد الدولي من يمشي يتعامل مع سلطة تفكر بهذه الطريقة. صندوق النقد الدولي يقول لك راهو أي بلاد فيها فساد، يعني ما تنجمش أنت تعتقد أنك بمجرد محاربة الفساد ستحل كل مشاكل. نأخذ هذا المثال فقط، يعني محاربة الفساد مهمة، ولكن ما تنجمش أنت تعمل إصلاحات فقط على محاربة الفساد، لأن محاربة الفساد تتطلب وقت، تتطلب منظومة جديدة، وخاصة هي مكلفة أيضا، مش فقط تجيب لك فلوس، أيضا تكلفك الكثير من الجهد والمال. وبالتالي صندوق النقد الدولي يقول لك هذا يلزمك تفكر في الاقتصاد، يلزمك تفكر في التقليص من نفقاتك غير الضرورية، يلزمك تكون واقعي في التعامل مع الأزمات الاقتصادية. يعني حتى الحجج التي يفترض أنها تخدم صالح السلطة، مثلا وجود أزمة حقيقية بسبب الحرب في أوكرانيا، هذه أزمة من حتى حد ما نجم ينكرها، يعني نعم تأثيراتها، حتى هذه الحجة الرئيس قيس سعيد وجماعته يرفضون الاقتناع بها، ويقولون أنها لا تمثل شيء بالمقارنة مع الفساد وأفعال الأشرار وألعاب الشياطين. يعني إذن هم فعلا سجناء ذلك الوهم الذي ذكرت، والذي انتشر منذ 2011، ومفاده أن تونس تسبح على كنز من الكنوز، ويكفي أن نجد ذلك الكنز حتى تعم البحبوحة على كامل البلد. لكن هذه الأوهام وهذه الوعود الانتخابية، تعرف بما أنت أكثر مني، تفهم أو تفسر في الحملات الانتخابية وقت يكون هذا السياسي خارج دفة التسيير. سعيد النهارين حكى رئيس سعيد على الجرف القاري محسوم فيها في نزاع دولي عام 82، ما زال يحرك يعني دغدغ فيها بجرف قاري والبترول وغيره. هي يعني هذه السياسة اتصالية، ما يقدرش الفشل متاعه يعوض فيه بهذه الوعود. شو بعدين؟ هو طبعا الانطباع اولا انه رئيس الجمهورية هو يكاد يكون في حالة حملة انتخابية دائمة، لأنه كل شرعيته أو مشروعيته يقيمها على ما يعتقده في عمق الشعب وفي دعم الشعب له، بغض النظر على القوانين والشرعية بالمعنى القانوني للكلمة. غريب أن يقول أنه أستاذ في القانون الدستوري وفي نفس الوقت يبني كل المشروعية على أرقام المقبولية والأرقام الشعبية التي يحظى بها. نعم. هذه النقطة الأولى، إذن هو في حملة انتخابية دائمة.
ثانيا هو يبدو أنه مش فقط يقول هذا الكلام، هناك إشارات كثيرة تؤكد أنه مقتنع به، يعني هو فعلا مقتنع بتلك الأوهام ويعتقد أنها حقيقة. ثالثا وهو ربما الأخطر، أنه يقدم المعارك الصغيرة على مشاكل البلاد، بمعنى أن قيس سعيد رئيس الجمهورية الحالي حين يكون في لحظة يريد من خلالها أن يحرج أحد السياسيين ولا أن يقول فيه كلاما، لا يهمه أن يضر بمصالح البلاد. ناخذ المثال اللي ذكرته أنت، موضوع الجوف القاضي. قناعتي أنا أن موضوع الجوف القاضي هذا جاء به لكي يقدح في شرعية أو في صدقية أو في كفاءة أنصاره متاع السنة الفارطة، لأنه يعني أنصاره متاع السنة الفارطة شكون كان على رأسهم؟ الصادق بالعيد. نعم. ومن المعلوم أن الصادق بالعيد ما يلام عليه كثيرا هو أنه فشل في قضية الجنف القاري، وثم شكون حتى حمله أكثر من مسؤولية الفشل معه. كان رئيس اللجنة المهم وقتها، اي لانه كان في اللجنه، ولانه يبدو انه نصح نصائح لم تكن موفقه. المهم في الموضوع، انا قناعتي انه اتى بتلك الكلمه قدحا في الصادق بالعيد وجماعته، منهم امين محفوظ اليوم اللي انقلبوا على الرئيس قيس سعيد واصبحوا ينتقدونه انتقادا شرسا، وهم كانوا اكبر الداعمين له في السنه الفارطه. انا قناعتي انه تلك هي الفائده الوحيده لذكر هذا الموضوع، وكان مستعدا وربما لم يكن يعي انه حين يذكر ذلك سيثير حصيله الليبيين وبالتالي يخلق مشكله مع الجار الليبي. يعني هذه النقطه الاخيره اللي نحب نزيدها، انه يعيش في الماضي الحقيقه. يعني واضح انه لو ناخذ خطاب البارح خطاب الاستقلال في القيروان. نعم على فكرة، خلينا نسمعوه سي دكتور أيمن جزء من خطابه في القيروان واختياره القيروان وتفسيره لاختيار القيروان في ذكرى عيد الاستقلال 20 مارس 56 على غير العادة. نسمعه جزء من التصريح ونرجع لنعلق عليه. يلا. وليس من قبيل الصدفة أن أكون بينكم هنا في القيروان، لأن حركة التحرير الوطني بدأت باجتماعا في جامع عقبة بن نافع، حينما اجتمع زعماء القبائل ورفعوا السلاح، وحتى توقيع ما يسمى باتفاقية الحماية التي هي استعمار مقنع بطبيعة الحال باسم الحماية، لأن الدولة لم تعد تحكمها إلا قوات الاحتلال. وأكثر في الواقع الإهانة، لو كان الأمر يتعلق باحتلال واضح كان أفضل، لأن الذي وقع اتفاقية باردو خان الوطن، خان تونس وخان الشعب التونسي، ثم وقع بعد ذلك اتفاقية المرسى. احتلال باسم الحماية كالاحتلال باسم الانتداب إلى غير ذلك، ولكنه استعمار واستيطان واحتلال للأراضي التونسية، والتونسيون رفعوا السلاح في الشمال الغربي، رفعوا السلاح حتى قبل توقيع هذه المعاهدة السيئة الذكر في جبال خمير، وكان الاجتماع هنا بعد ذلك في جوان من سنة 1881، وعمليات قام بها التونسيون واجتمعوا بطبيعة الحال، اجتمعوا ولم تكن هناك وسائل التواصل موجودة على غرار ما هو موجود اليوم. اجتمعوا في جامع عقبة وتم الاتفاق على مقاومة الاحتلال بقوة السلاح، بالرغم من أن التوازنات العسكرية لم تكن في صالح التونسيين، ولكن هنيئا لتونس بأبطالها وشهدائها والذين ضحوا. هنيئا لتونس بأبطالها وشهدائها دكتورة سهام.
رئيس سعيد في ذكرى 20 مارس يعيد الاعتبار لرجالات المقاومة، بدايات المقاومة. يعني هو نافق مرتين، تستمع إلي؟ نعم، هو نافق مرتين. هو نافق حين كان في فرنسا واعتبرها حماية، وحتى لم يطلب الاعتذار لأنه قال celui qui s'excuse s'accuse. يعني شوفوا أخواتنا الجزائريين وشوفوا الحركيين وشوفوا غيرهم طلبوا من فرنسا الاعتذار واعتذرت فرنسا. وأكثر من ذلك يعني فرنسا كانت قالت أنها ربما ستذهب أكثر حتى في التعويض يعني على ما اقترفته زمن الاستعمار. والآن نفق مرة ثانية حين حاول التدارك، محاولة تدارك فاشلة حقيقة، يعني بأنه الآن لم تعد حماية بل استعمار وسلاح، ويعني يحاول أنه يتدارك. ألا يحسب له هذا التدارك دكتورة؟ أو وبالتالي فأنا أعتبر أنه يغير خطابه حسب أينما يكون هو موجود يعني وحسب ما تحتاجه اللحظة. هذا لا أبدا لا يعكس مبدئية ولا يعكس موقف ثابت لرجل يعني يعي ما يقول، بل كلام يعني وأوهام، ويبيعها كما يبيع الأوهام على حسب الظرف الزماني والمكاني. وبالتالي لذلك أنا لا أعتبر أن ما قاله عنده أي أهمية، إلا أنه محاولة تدارك فاشلة، وأنه من جديد حتى هو لو كان هو يعتذر على ما قال أقول له أيضا سلويكي سكسكوز سكوز، فلا لا مجال للاعتذار. أعتبرها حماية، خليها حماية، وعلى الأقل يحترم ذكائنا في هذا المجال يعني. نعم دكتور أيمن، رئيس سعيد عنده ناموس خاص حقيقة، هذه من دون سائر يعني البروتوكول العادي، مشال قيروان اختار نقطة تاريخية نتاع قرار إعلان. أنا لست مؤرخ وما عنديش الفكرة حقيقة على هالحادثة هذه، أنه اختاروا في جمع عقبة قرار المقاومة، نعرف شكون في الشمال الغربي، نعرفوا علي بن خليفة اللي قاد المقاومة في جابس وفي صفاقس في القيمة ذاك. تشوفش أنه سعيد وهم التأسيس أن كل شيء يطيحه ويعيد إنتاج سردية جديدة هو اللي أسسها، هذا بالنسبة لي هو أهم كل شيء. هو قيس سعيد أكيد أنه يعني بلغة التاريخ هو إليه ريفيزيونست، يريد إعادة صياغة سردية التاريخ، وهمه الأساسي هو ضرب كل السرديات التي قامت عليها دولة الاستقلال. البارح كان واضح، يعني البارح حين أشار إلى بورقيبة، أولا ساعة كاملة تقريبا يتكلم على التاريخ ولم يذكر رموز الحركة الوطنية وعلى رأسهم الحبيب بورقيبة، هذا لأنصاره من البورقيبيين الحقيقة حاجة ما نتصورهمش تفرح برشا. وثانيا حين أشار إلى بورقيبة أشار له باستهجان، قال انه لا بد ان لا تقوم السرديه على شخص واحد وكذا، ولا بد من العوده الى اصول المقاومه. اذا هنا مره اخرى نفس الطريقه اخرى لما حالها ما تشبه شويه لحكايه العلاقه بين 17 ديسمبر و14 جانفي، يعني العوده للاصل مش للنتيجه، مش للحظه الانتصار، لا العوده لبدايه المعركه. هنا يوسعها على في إطار المقاومة، مقاومة التونسيين للاستعمار. مش كنت في الوضع هذايا، هو أنه هذا كلام الرفاه، هذا كلام الترف، يعني اليوم وكأنه ماضينا أصبح العدو الأساسي لحاضرنا ومستقبلنا، بمعنى أنه نعيش في الماضي، نتصارع حول الماضي، نخلق مشاكل حول الماضي، وهو ما يتسبب في مزيد تشتت الجبهة الداخلية التونسية. هذا مش من نعم قيس سعيد، أنا والله ما قبله، لكن هو وصل فيه مرحلة متطرفة. نعم. فإلى متى سنواصل في هذا المسار؟ يمكن أنه الحاضر مخيف والمستقبل مجهول. حقيقة هذا السؤال الذي لا أعلم متى سيتحول التونسيون إلى ما يكفي من الجدية للإجابة عنه. لو كان الرئيس سعيد نقول هذا بكل يعني
موضوعية. لو كان مثلا كاتب من قبل عنده رؤية ولم تجد صدى مثلا، يكون عادي أنه فرصة الآن وهو رئيس يعني يفعل هذه السردية، يحاول يعطيها أكثر مساحة باش تسمع الناس. لو كان مثلا مناضلا سياسيا نقابية في الحقيقة، النبوة جي بعد 60 بعد يعني في أرض العمر، أنه يعيد كل شيء من الصفر بالسهولة هذه. في كل الأحوال أنا مانيش موافق حتى على الملاحظة الأولى اللي قلتها، أنه لو كان كاتبا أو مناضلا وما لقاش صدى يعني يحاول أن ينال. لا أنا أعتقد أنه أول أنه ما يحتاجه في نظام ديمقراطي في نظام متحضر هو السعي إلى الإقناع بفكرته، وإذا لم يقنع بفكرته ولم يجد من حوله من الكفاءات، ومن نحكي لهنا الإقناع بفكرته بالخطاب الشعبوي الذي يتحدث مع عواطف الناس ومشاعرهم وأهوائهم، لا نحكي على الإقناع، إقناع العقول. يعني الإشكال مع الرئيس قيس سعيد هو أنه تقريبا منذ عهدي به، خاصة بعدما وصل إلى السلطة، لم أسمحه يوما يقدم ملف يشعرني أنه يهيمن عليه ويفهمه. دائما في العموميات، بعض الناس، بعض الأرقام، طبعا بعض المواقف، دائما في تلك البعضية وتلك الفضفاضيات التي يمكن لأي شخص أن يقولها ولا تعبر عادة حين يفعلها طالب في الجامعة. النتيجة تكون أنه نعرفه اللي هو مش محضر درسه. نعم. فواضح أن في مع حالة من الإيمان العميق بالمعرفة، الإيمان العميق بالسيطرة على الملفات دون السعي الجدي لإدراك تلك المعرفة أو للسيطرة على الملفات، أو أنه ربما حين يسعى جديا يجد أنه كل المعطيات تكون ضد إيمانه فيقدم الإيمان على المعرفة، وهذا الحقيقة خطير جدا. أعتقد أنه سيؤدي بالبلد إلى الحطام إذا استمرينا في هذا الهزال وفي هذه القطيعة مع الواقعية في إطار الترويج للمثالية وللأفكار الفضفاضة هذه، لن تكون النتيجة في تونس مع الأسف إلا الحطام. هم الأنبياء دكتور أيمن ديما أنصارهم قلة، هكا سنة التاريخ أنه أنصار الأنبياء قلة، لكن كما قلت أنت أنه إيمانه العميق بفكرته ربما ما الكوتشي هذا كان متفق فيه، وما عادش عنده شكون الكوتشي، لما أنا مستشاريه الحقيقة كلهم هربوا تفروا بجلده مش عارف شو آخرهم، يعني عضدين أو عضدين اثنان من سلطه اللي هما توفيق شرف الدين ومدير الديوان، يعني باش نقولوا ما يكوتشوش فيه، هو ما يكوتش في نفسه. هو الحقيقة هذه حتى في الخطاب البيانات الواردة على الصفحة الرسمية، الحقيقة ما تشوفش واحد في الاتصال متخصص يكتب في البيانات، هو رئيس سعيد يكتب هو يعني وكأن يكتب وكأنه يتكلم، يعني مش حتى جمل فيها فعل مفعول به. إلى متى يستمر هذا؟ شكون مش يوصلنا؟ هذا السؤال دكتورة. وفي ظل المحاكمات الكبيرة لقيادة المعارضة، وفي ظل إصرار سعيد على يعني المعارضة هذه مروش تكفيرها، إنما يقول أن هذا جزء الماضي ولا يمكن العودة للماضي، ماذا بوسع المعارضة اليوم وهي ترى أن قياداتها تجتمع في المرناقية مش في فضاءات الطلاق وفضاءات المعارضة، ماذا بقي للمعارضة من حلول غير هذه الخطابات الحقوقية من حين إلى آخر؟ اليوم شفنا وقفة أسبوعية لجبهة الخلاص يقولون رمزية، ولكن الحقيقة حضورها بدأ خافتا شيئا فشيئا، واللي جزء روتين ليس إلا. ما رأيك؟ يعني نعم، أولا المعارضة تدفع ثمن تأخرها على لم الشمل وعلى البطء يعني في ردة الفعل بعد الانقلاب، يعني حالة البهتة والسكتة دفعوا ثمنها غالي جدا، لأنه تمكن قيس سعيد وتقدم في مشروعه وقت تشرذم معارضة والنرجسيات، وكل واحد يعني يغني على ليلاه، وبالتالي فوتوا علينا وعلى تونس يعني أنه نقف سدا منيعا في بداية الانقلاب. لكن لنقل أنه المثابرة والإصرار والعزيمة
يمكن أيضا أن تغير الكثير، مع أنه هناك رأي عام دولي الآن يعني أصبح يبين على حالة وعي موجودة بما يحدث في تونس، وقد يعني لا تمكن قيس سعيد لو جعلته في عزلة دبلوماسية أكبر وفي عزلة اقتصادية، لأنه كانوا يقولون اليوم أنه هذا الذي أصبح غير قادر على الإمضاء مع صندوق النقد الدولي لا يمكن أبدا أن يعني نتعامل معه أو أن نعينه، وبالتالي فإنه قيس سعيد اليوم يعني يجد نفسه أكيد أنه سوف يقع عزله على الأقل من طرف أوروبا نظرا لما يحدث الآن ونظرا لكل هذه التحركات ضده. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية أن ما يخيفني أكثر هو حالة الوعي والرأي العام اللي صنعه قيس سعيد اليوم، اللي قد يرحل قيس سعيد ولكنه يعني عبث أيضا بوعي الشعب بدرجة كبيرة بهذه الشعبوية التي يمارسها. نحن رأينا في البداية قيس سعيد كنا نقول له تكلم حتى أراك، كان لا يتكلم في وسائل الإعلام، كان لا يكاد يخطب في الناس، كان لا يقول أي شيء، وكان يعني يكتفي بالصمت، وحتى وسائل الإعلام يعني لم تكن لها القدرة على محادثته أو محاورته. ثم الآن انطلقنا من أنه لا يمر يوم إلا وقيس سعيد يعني عنده ما يقول وعنده ما يتحدث، ولازم يقول جملة أو فقرة أو يخطب أمام الملأ عن طريق غير مباشر بالطبع حين يكون أمام وزير أو أمام وزراء أو أمام مجلس أمن، فنراه يعني يتحدث ويعبر ويفصح عن مشروعه الآن بكل وضوح. ذلك خلق حالة من الوعي، هذه الوعي بأن الأحزاب يعني لا تفيد، وبأن كل الطبقة السياسية فاسدة، وبأن السرقة والخونة الحقيقيين والسرقة الحقيقيين والخونة الحقيقيين هم هذه النخبة، وأنه يعني هو هذا من كثرة ما كرره، لأنه تقريبا يعني نفس الجمل منذ أشهر وهو يقول نفس الكلام. نحبه ولا نكرهه، هذا مع تواطؤ الإعلام يعني اللي يتصور أنه بذلك ربما يعني بالانسياق مع قيس سعيد ربما سوف يجنون خيرا كثيرا، يعني بتواطؤ مع بعض الإعلام منابر الإعلام والإعلاميين صنعنا حالة من الرأي اللي أنا أتصور حتى وإن ولو رحل قيس سعيد يجب علينا جهدا جهيدا حتى نبني وعيا وضميرا جمعيا بعدما فعل كما قلت قيس سعيد يعني ما فعل بشعبويته في رأي. ستترك الشعبوية ندوبا كثيرة حتى والرحل سعيد. السؤال الأخير لك أنت دكتورة سعيد، حكى على تطبيق خيانة عظمى، وأنت في البلاطول هناك أكثر مرة قلت أنه سعيد لم يفي بهذا الشعارات. أنت قمت بزيارة أخيرة للقدس الشريف. نعم. أنت معارضة ومع المقاومة، أنا نشوف الصور ما شاء الله. ألا تخشين أنه ذهاب القدس، وعلى الأقل يراسخ في ذهنية المشاهدين، يقول لك أنه الذهاب هناك يتطلب تأشيرة من الكيان الصهيوني، ألا تخشين أنه أنك متهمة أو تفعلين يعني التطبيع مع هذا الكيان؟ التطبيع خيانة، هذاك أمر يعني لا رجعة فيه، وذاك يعني مبدأ وشعار لا نحيد عليه. لكن الآن يعني ما نجهله أنه المساعدات المالية التي تصل إلى فلسطين اليوم انخفضت إلى 85% منذ 2020. أنه اليوم حين تذهب إلى فلسطين تقول أين فلسطين، لأنه أقل من 29% من الأراضي فقط أصبحت يعني فلسطينية وعندها السلطة فلسطينية، وحتى هذه الأراضي مقسمة إلى درجات A وB وجيم. A يعني 18% فقط من السلطة عندهم الحق في السلطة يعني فلسطينيين، B عندهم الحق في 21% بركة من ممارسة نفوذهم، وجيم 61% فقط من النفوذ. يعني حين تذهب إلى فلسطين تقول أين فلسطين؟ يعني أمام هذا الحصار المضروب الدولي السياسي والاقتصادي وهذه العزلة كان يجب إعادة التفكير في يعني في موقفنا، كيف يمكن أن ننقذ هذا البلد وأن نوقف يعني ما يحصل الآن في فلسطين، وأن نسترجع يعني بشكل أو بآخر هذا البلد يعني الذي يضيع من بين أيدينا. نعم دكتورة، حاولي أنك تعيدي الصورة فقط بوضوح.
أنت في سفرتك للقدس، نعيد الاتصال مباشرة بالدكتورة سهام رجاء لأسألها، لأنه هذا لجول بخاطرنا، هو أنه زيارة القدس تتطلب الحصول على تأشيرة من هذا الكيان، لأنه تشوف بعض الصور هي حتى تم استقبالها أعتقد من وزيرة المرأة الفلسطينية الحكومة الحالية. دكتورة أرجع على الاتصال أم لا؟ نعم، في انتظار إعادة الاتصال. دكتورة نعم، بوضوح يعني كنا نحب نعاون. أنت العديد يعني العديد من العرب يعني عندهم إمكانية الدخول إلى الأراضي الفلسطينية وأن يستهلكوا ويشجعوا الاقتصاد الفلسطيني وأن ينزلوا في النزل يعني الاقتصادية ويأكلوا في المطاعم الاقتصادية وينشطوا الدورة الاقتصادية، لأن فلسطين تقول لنا أنتم حين تزورون السجين لا تزورون السجان، وأنه مدام يعني مع هذه حالة التفكير المتعمد والاستيطان المتعمد ويعني الامتداد والتوغل في الأراضي الفلسطينية يجب أن لا نغيب، كل واحد اللي قادر على أنه يعين بأكثر من أنه نقوله بشعارات فلسطين في القلب وكلنا فلسطين، ولكن على أرض الواقع يعيش الفلسطينيون. وأنا كنت زرت رام الله وحيفا وبيت لحم وكل المخيمات الموجودة ورأيت الوضعية في المستشفيات وفي المخيمات يعني وفي حالة الفقر التفقير الذي يعيشه الشعب والعزلة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، وبالتالي اليوم أتصور أن هذا الشعب يحتاج منا إلى أكثر من يعني إعانات أو فتات عن طريق الجمعيات، ولكن أن يعني إذا كنا قادرين على أن نساهم في تنشيط اقتصاده وأن نكون شهداء على ما يحدث في فلسطين وأن يعني نذهب لدعمهم ولشحذ عزائمهم ولمواصلة المشوار، وإلا يعني إذا أردنا أن ننتظر حتى تتحرر فلسطين لنعين الشعب، أو إذا أردنا أن ننتظر يعني حتى يأتون على الأخضر واليابس، يعني تصوروا أقل من ثلث الأراضي هي فقط فلسطينية. نعم دكتورة هذا معلوم، ليست عليهم سلطة دكتورة، هذا معلوم، ولكن لا يجب أن نبقى في حالة من السلبية أو فقط في تداول بعض الشعارات، ولكن إذا كنا هل احتجت إلى تأشيرة دكتورة بوضوح؟ لا يعني أنا عندي إذا كان دخلنا بجوازات سفر أجنبية مثل جواز السفر الفرنسي لا نحتاجه يعني لا نحتاجه إلى دخول، ولكن إذا كانت يعني اللي عندهم جوازات سفر عربية يقدرون عن طريق يعني ليزاجونس دو فواياج كانت أصفار. نعم يعني مش ما تكونش بطريقة مباشرة ولكن تنظم لهم رحلات إلى الأماكن المقدسة وإلى القدس وإلى الأراضي الفلسطينية لزيارتها، ويقدروا من أول يوم إلى آخر يوم لا يستهلكون إلا فلسطينيا ولا ينفقون الأموال إلا في فلسطين، وأنه يعني يكون دعم معنوي ودعم مادي ودعم سياسي، وهذا يعني يحتاجونه اليوم، لأنهم حقيقة يعني منذ ترامب ومنذ صفعة القرن ومنذ كل ما جرى في آخر الأمر جعلهم في عزلة خاصة مادية وجعلهم في عزلة يعني سياسية، وهم يعني أنا التقيت بالكثير من الأطياف السياسية بمختلف فصائلها من المقاومة ومن الكل يعني الصامدين في الأراضي الذين يقولوا لا تتركونا فلسطين مفتوحة، كل اللي قادر على أنه يذهب ويدعم ويستهلك فلسطيني عوض أن نقوم بسياحة في بلدان أخرى تجني أموال كثيرة، فإنه تنشيط الاقتصاد وإنه يعني إنه نعاونهم معاونة مباشرة أخرى راهو هذا أهم بكثير. نعم. من مجرد يعني شعارات ومجرد أن نقول أننا معهم بالقلب ولا أننا معهم يعني فقط المساندة المعنوية، يحتاجون منا إلى أكثر من دعم معنوي، إلى دعم على أرض الواقع، يحتاجون أن نزورهم أن نكون شهداء على ما يحصل. وإذا كان يعني أنا أتساءل لماذا المسيحيين واليهود يزورون الأماكن المقدسة ونحن نحرم من زيارة الخليل ومن زيارة يعني مصر الرسول صلى الله عليه وسلم ومن الأماكن المقدسة يعني نحرم من زيارتها. أنا أتصور أن هذا الرأي لا يمكن أن يخدم إلا العدو، هذا الرأي لا يمكن إلا أن يجعل فلسطين أكثر عزلة، هذا لا يمكن إلا أن على كل دكتورة واضح أتحك الفرصة، هو رأي يناقش. دكتور أيمن في آخر مداخلة لحتى نختم لكم كلمة فيما يتعلق الآن بالمطلوب لخروج من الأزمة التونسية
في ظل حتى تصريحات المنظمة الشغيلة في آخر مرة تقر بالأزمة وعلينا بالوحدة، شنو الخلاص الضروري الآن بعيدا عن العنطريات ربما شعراتية سواء من السلطة وإلا من المعارضة؟ الآن حبس الزنقة بالخانة كما يقولوا فيه. هو طبعا الحل بيد السلطة مبدئيا، إذا كان السلطة تعود إلى العقل وتعود إلى الجدية في التعامل مع المسائل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية أيضا. يعني كيف تريد لمنظومة حكم إقصائية على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الاجتماعي وعلى المستوى السياسي أن تكون أن تضمن الاستدامة؟ هذا لا يجوز. ولكن أنا لا أعتقد حقيقة أن هذه السلطة ستراجع نفسها، لأنها سلطة تقوم على المواصلة وتعتقد أن أي خطوة إلى الوراء تعني ربما نهايتها وسقوط كل الأسس التي أقامت فرضياتها عليها. أظن أن هذا من ناحية السلطة لا أتأمل شيئا كثيرا الحقيقة، رغم أنه الطريق واضح، الطريق نعم. واضح، ولكن لن يسلكوه، سيسلكون دائما الطريق الخطأ وسيواصلون في الطريق الخطأ. هذا بالنسبة للسلطة. بالنسبة للمعارضة مع الأسف أيضا الأمل أصبح ضعيف جدا بحكم مرة أخرى الانقسامات غير المفهومة. يعني هؤلاء لا يفهمون الفرق بين الصراع السياسي ولا المنافسة السياسية في ظل الديمقراطية من ناحية ومقاومة الحكم الفردي من ناحية أخرى. ليس ثمة أي علاقة بين الحالتين. في حالة التعددية الديمقراطية حتى لما تكون في حالة انتقالية الصراع عنده معايير وعنده قواعده، ولكن في حالة مقاومة الحكم الفردي أنهم ما زالت المعارضة مفككة، ما زال كل واحد يريد أن يشتغل لوحده، ما زال ما تماش توحيد للصف من أجل المطالبة بإنهاء هذه الحالة الغريبة من الحكم الفردي. الحقيقة لا أعلم إلى أي مدى ستتواصل هذه الوضعية. المشكلة أنها طالت كثيراً، ويبدو أنه أصبح حتى الحد الأدنى، يعني توحيد صف المعارضة أصبح مطلبا نحلم به دون أن ندركه للأسف الشديد. والأكثر يعني المشكل هو أنه قيادات هذه المعارضة الآن في السجون ولم يأمنها حتى يواجه في السجون. قال أنه الفكرة أفكار أنه يوزع فيهم في السجون، هو لم يأمنها لا خارج السجون ولا حتى داخل السجون تجتمع. شكرا جزيلا دكتور أمين بوغالمي أستاذ العلوم السياسية بالجامعة التونسية، والشكر موصول للدكتورة سيهان بادي الوزيرة السابقة والناشطة السياسية، كنت معنا من باريس. هكذا نأتي إلى ختام حلقتنا، نلتقي إن شاء الله غدا بداية من الساعة 8:30 مساء بتوقيت تونس. تقرر أنه أولى أيام شهر رمضان الكريم يكون إن شاء الله يوم الخميس، إن شاء الله مبارك على الأمة الإسلامية جمعاء. ومنتظر أنه في شهر رمضان بداية بعد غد يعني الخميس إن شاء الله أولين سنقوم بتأخير موعد بث حصاد 24 بساعة تقريبا 9:30 بتوقيت تونس، يعني بعد صلاة العشاء والتراويح. وصلي معكم في رمضان وفي لمتابعة التطورات السياسية والاقتصادية، للأسف التطورات وإن كانت أخبارها غير سارة للأسف الشديد. في أمان الله.